السلام عليكم. ازاي تغير اللغه؟ انا دلوقتي بفتح الريفت يعني من غير تجهيز ولا حاجه، لقيت اللغه كلها لا اما صيني لا اما كوري لا اما ياباني، معرفش يعني اللغه غريبه جدا، فازاي احولها للانجليزي؟ فتحت كام ستارت وقلت له ريفت، فجاب لي الريفت اهوت اللي انا فاتحه دلوقتي، هدوس هنا واقول له اوبن فايل لوكيشن، فجاب لي المكان اللي فيه الشورت كات ديت. هاجي هنا واقول له بروبرتيز، وهنا هتكتب بس ايه، هتلاقي شاينه خليها اي ان يو، مجرد ان انت بس تغير. هو ده التارجت اللي هو لما بتدوس عليه بيفتح من دي بروجرام فايل اوتو ديسك ريفت 2019 ريفت اكس اي اللانجوج، هتلاقي شاينه خليها اي ان يو، لما تعمل كده هتكتب تفتح هتلاقيه بقى انجليزي على طول.